السلام عليكم ورحمة الله. معكم طلال بالفقيه رياليزاتور مدينة بروكسل بلجيكا. خويا المغربي، أختي المغربية، خوتنا كاملين، كنقول لكم بلسوا في ديوركم خوتي، نجيو راسكم، نجيو غيركم، نجيو الجميع. هادشي راه ما فيهش اللعب خوتي، خذوا الحيطة والحذر. جلس بدارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. السلام عليكم إخوانا المغاربة، معكم دكتور بنصر إدريس، أخصائي طب تجميل وجراحة الأسنان بمدينة الناظور. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي دارك، كلنا يد واحدة باش المغرب يكون في أمان. السلام عليكم، معكم مريم رياليزاتريس راديو أمان. رسالتي لكاع أولاد وبنات بلادي، جلس في دارك، تنجي نفسك وحتى بلادك، كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم. السلام عليكم، معكم هشام أوداد عن إذاعة أم إف إم. رسالتي لكاع المغاربة، ابقى في دارك، نجي نفسك وتنجي جارك، كنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. خوتي المغاربة، السلام عليكم، هشام خاتير معكم من مدينة وجدة. نقولكم خليك في دارك، نجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد في اليد من أجل مغرب سليم إن شاء الله. جلس في دارك، نجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. إخواني المغاربة، السلام عليكم، عادل بالقايات، بطل عالمي سابق في الجودو. عندي واحد الميساج، الله يجازيكم بخير. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة باش المغرب ديالنا يبقى في أمان إن شاء الله. السلام عليكم خوتنا وحبابنا، تبارك الله عليكم، معكم مصطفى النية مرة أخرى. تنبغي نهدي واحد الكلام جميل جميع الخوت وجميع الحباب. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. السلام عليكم خوتي المغاربة، معكم شاب زيكو فنان من بلجيكا. كنقول لك أخي المغربي، أختي المغربية، جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. أيوة السلام عليكم، تحية للمغاربة كاملين، معكم يوسف البلماني. أنا كل واحد فينا بقى في داره غادي نكون درنا واحد الإنجاز، وغادي يكون عندنا مغرب سليم إن شاء الله، ونقدروا نتجاوزوا هاد المحنة. كل واحد يبقى في داره باش ينجي نفسه ونجي جار ديالي، وجميعا نكونوا يد واحدة من أجل مغرب سليم. السلام عليكم يا زامي، معكم شاب سمير دو باري. فيت اتونسيون افو اون ريستون شي فو، نجي نفسك نجي جارك نجي غيرك، من أجل المغرب وعالم سليم. خوني سوان دو، ميرسي. السلام عليكم، معكم حكومة عن مدينة وجدة، إكسيونيست أرتيست. كنقول للشعب المغربي، جلس في دارك، نجي نفسك نجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. السلام عليكم الخوت والحباب، معكم الفنان شعبي أديب الحداوي. اللي غادي تشوف هذا الفيديو اللي من خلاله تنقول لكم خليك في دارك، تحمي راسك وتحمي وليداتك، وكيف الا شتونا حتى حنايا في الطوموبيل ديالنا بحال هكا راه كنخرجوا غير للضروره باش ناخذ شي حاجه وترجعوا لديورنا. والله يحفظكم، الله يحفظ لكم وليداتكم من هذا الوباء الخيب. معكم الفنان أديب الحداوي من هولندا، تحيه لكم من مدينه روتردام. السلام عليكم، معكم وليد كميل، فنان من بروكسل. بغيت نقول اخي العزيز، أختي العزيزة، خليك في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل المغرب سليم. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا من أجل مغرب سليم. السلام عليكم، معكم عمر من مدينة بروكسل البلجيكية. عندي رسالة لكل مواطن، كل مغربي كيحب بلادو، بقى في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد في يد من أجل المغرب سليم. مباشرة من بلجيكا، معكم الفنان محمد الكبيري. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا متضامنين يد في يد المغرب سليم. جلس في دارك، تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم. اجلس في دارك، نجي نفسك نجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم.
جلس في دارك تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد وحدة من أجل المغرب سالم. السلام عليكم. جلس في دارك تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم. تحياتي للجميع. جلس في دارك تنجي نفسك وتنجي جارك، كلنا يد واحدة من أجل مغرب سليم. السلام عليكم، معكم الفنان مروان براون من مدينة بريكسل. غادي نقول لكم واحد الحاجة أخوتي، دخلوا لديوركم، سدوا بيبانكم، غادي تنجيوا روحكم وأرواح غيركم، كلنا من أجل مغرب سليم إن شاء الله. السلام عليكم، معكم محمد مواطن مغربي من مدينة أحفير. كنبغي نقول لكم جلس في دارك تنجي نفسك وتنجي جارك، جميعا من أجل مغرب سليم. جلس في دارك. السلام عليكم خوتي المغاربة، أخوكم محمد السانوجي ممثل مغربي في بلجيكا. الله يجازيكم بخير، تابعوا التعليمات. الله يجازيكم بخير، تابعوا التعليمات، راه في صالحنا، في صالحكم، في صالح الإنسانية. الله يجازيكم بخير، لا بغيتو نخرجوا من هاد الشدة بأسلام، راه كلشي بيديكم، تابعوا التعليمات. الله يجازيكم بخير. نقعد في داري نحمي روحي ونحمي الناس. السلام عليكم، معكم الشابة مامية من بروكسل. أخوتي أحبابي الناس جميعا، نوصيكم في دياركم نجيو راسكم نجيو بيكم. السلام عليكم، معكم فاطمة زهراء من مدينة بروكسل البلجيكية. رسالة لكم ولاد بلادي، الله يخليكم، بقاو في ديوركم من أجل السلامة ديالكم، من أجل السلامة ديال وليداتكم والأحباب ديالكم والوالدين ديالكم. كيف ما كتعرفوا بأن هذا الفيروس فهو شبح قاتل،